السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية اكتشاف السحر في المنام بمعرفة الأسرار والنوايا، وقد يدل حلم اكتشاف السحر على الأشخاص السيئين والمسيئين للأذى لصاحب الحلم. ويقول ابن سيرين: حلم اكتشاف السحر وفكره وفكه يدل على التخلص من نفس المسيئين والمفتنين، واكتشاف السحر وإبطاله بالقرآن في المنام دليل على النجاة من الخصوم ورد كيد الأعداء. ويقول مفسر الأحلام: رؤية وجود سحر في البيت في المنام تدل على كثرة المنازعات والخلافات فيه، وقد يدل على حلم وجود سحر في البيت على الحاسدين والكارهين من الأقارب. أما مفسر الأحلام فيقول عن تعرض للسحر من الأقارب فهو يدل على مكروه وسوء تعامل مع صاحب الحلم، وإذا رأيت شخصا من الأقارب يعمل السحر في المنام فذلك دليل على سوء نواياه وتعامله. وقال النابلسي: حلم السحر مع شخص غريب يدل على الفسوق وقلة الدين والإيمان. ويقول كبار المفسرين الأحلام: ورقة السحر في المنام تدل على المال من مصدر مشبوه قد يكون حراما. فيما يقول ابن سيرين: رؤية اكتشاف السحر في المنام للعزاء يدل على معرفتها نوايا الأصدقاء والحبيب. ويقول ابن سيرين أيضا: رؤية اكتشاف السحر في المنام للمتزوجة دليل على كثرة المشاكل والخلافات في حياتها ومعرفة المسببين بها. ويقول مفسر الأحلام: حلم اكتشاف السحر للأعزب يدل على المشاكل الكبيرة التي يتعرض لها الراعي على صعيد العمل والعاطفة. وفسر ابن سيرين أو النابلسي رؤية اكتشاف السحر في المنام للمطلقة بالتعلق برجل فتان وانشغالها فيه، وقد يدل حلم اكتشاف السحر للمرأة المطلقة على كثرة الضغوطات التي تعيشها في حياتها. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.